السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ أنا بحكي معكم أخوكم مصطفى الأمين من قناة أكلات حلبية طيبة وهنية. اليوم نحن 22 تموز والمي بتغلي بقلب الكوز ومشوب الحكاية، بقى حبينا نسوي لكم شغلة خفيفة وباردة بنفس الوقت، بتبرد وبتطفي هالشوبات علينا. اليوم نحن نسوي بالوزة. البالوزة بتصير من البرتقال أو الجريفون او اليوسفي اللي هي الكرمانتينا، الليمون، يعني بتصير من كذا شغله، الكرز، اللهم صل على سيدنا محمد، قمر الدين، المشمش، بتصير من كذا كذا شغله. انا اليوم بدي اسويها من الكرز ومن الجريفون. عرفتوا علي شلون؟ يعني بدي اسوي لكم بالوزه شكلين اليوم. المواد اللي بتلزمنا لكل شكل حوالي 5 معالق نشا. هاي هي النشا، هاي الكاسة فيها حوالي 10 معالق أو 11، يعني كاستين عصير مركز. هذا عصير مركز تبع جريفون، محطوط له سكر. يعني أنا هلا اليوم ما راح أحط سكر، بس أنتوا إذا عندكم جريفون عادي بدكم تعصروه بدكم تحطوا له سكر مقابله لحتى يحلى لحتى يصير الجريفون، لأني عادة بعض الأحيان بيجي هيك ما هو حلو، يعني بدكم تحطوا له سكر. والكرز هون أنا عندي مربى الكرز، يعني ما عندي كرز عادي، بصير انتو تجيبوا كرز عادي تعصروه وتساووه، بس انا بدي اسوي بمربى الكرز. المكونات هي يعني بتجيبوا الكرز بتعصروه بتاخذوا المي تبعيته، بتعرفوا كم كرزه هيك حاله، بعدين بتجوا بتغلوه وبتحطوا له السكر وبتحطوا له النشا بعدين، يعني الطريقه هي. اليوم نحن هاي هي وصفتنا، سهله كتير، بتمنى ان شاء الله تعجبكم. مثل ما قلت لكم انا هلا ما راح اتسكر، انا هون عندي كاستين جريفون عصرن انا بالشتويه، حيطهم بالفريزر، كنت بقنينه كبيره يعني، طلعت منها هلا كاستين. انا حيطت لهم سكر، حيطت كل كاسه جريفون، كل كاسه عصير جريفون حيطلع كاسه ونص سكر، وحيطهم بالفريزر. يعني انا هلا هون عندي كاسين، عندي قريب الثلاث كاسات سكر او كاستين سكر بقلبهم. هون انا شغلتي صفت سهل كتير كتير. هاي هي المقادير، مثل ما قلت لكم بنزلنا مي مشان نزيدهم، لان هدول هلا اسانس، نعدوا اسانس. هلا هاي اول طنجره مثل ما لكم شايفين، ثواني شوي، اول شي بدنا نخلطهم. هاي الطنجره انا حطيت هون عندي كاستين عصير جريفون، حطهم بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين شلون فيه اللزوجه لان كثر ما فيه سكر. هاي ثاني وحده حطيتهم هلا. هلا اذا بدي ادوهم ببقوا حلوان قطر. انا ايش بدي اسوي؟ بدي اضيف لهم المي لحتى يصير درجة حلاوتهم مقبولة، لان بده يكون درجة الحلاوة مقبولة، او بتحبوه حلو كتير هاد الشيء بقول لكم. يعني هلا اذا بدي اخلطه بتصير كتير سميكة اذا بدي اسويه بوز، انا بدي ازيد له مي. يعني هلا هذول كاستين انا بدي احط لهم كاستين مي واشوف درجة حلاوتهم شلون صارت. هي كاسة، وهي هيك كاستين. هلا هيك صار كاستين حيطة انا مي وكاستين جريفون. بسم الله. هلا بدي اخلطهم هيك هالخلطة واشيل منهم شوية دوقة. اذا كانت حلوة مناسب هذه هون بقى بعود لكم انتو، بس هي لازم تكون حلوة يعني شوي، مو كتير كمان، او بتحبوا تحلوها حلوها، هذا الشيء بعود لكم. حلوة يعني تمتد لنص كاسة مي تقريبا، هاي اختيارية يعني. نرجع ندوها. هلا صار حلوة ممتاز. يعني انا هون نفترض انه جبت كاسة جريفون عصير، عصرتها، حطيت مقابلة كاستين مي او كاسة ونص مي، وحطيت قريب الكاسة سكر، بدوقها شفت حلوة صار نظامي بوقف، شفت حلوة بدها كمان بحط كمان سكر حتى تصير حلوة يعني. بعدين بجي بشيلها وبحطها على النار بشغل عليها. هاي هلا التاني الكرز، هاي الكرز شايفين مربى الكرز، ما بأثر بمشي الحال يعني. هذا مربى الكرز فضي
وبالكاسة نفسها بزيد فيها مي. ليش بالكاسة نفسها بزيد فيها المي؟ مشان القطر اللي فيها والحلو ينزل كلياته، يعني بحاول انزله فيها. والله حطيت انا كاسة مي، بدي كمان مي. هو عادة المربى كل كاسة مربى بثلاث كاسات مي، انا حطيت هلا كاسة وهي كاسة تانية. بندوق نحن شلون صار قبل ما نحط مي. هون بدي احرك لحتى يدوب، يعني ما فورا مثل هنيك، استنى عليه شوي. انا بسوي لكم كمية كاسة بكاسة. ها بندوق هلا. حلو صار مقبول. بتحبوا تزيدوه بتحبوا تعفوه حاله. انا هلا حطيت كاسة مربى وكاستين مي، راح زيده هيك شوية مي، قريب النص كاسة ما اكتر، حس لاني حلاوته شوي زيادة. خالصين. هلا هاي نحن خلصنا الشيء الرئيسي، هلا بقى بدي احطهم على النار اثنيناتهم، الجريفون والكرز، بحطهم على النار لحتى يغلوا. بس صار يغلو بفرجيكم اياهم. هذاك الوقت بكون انا روبت نص كاسة. هاي هلا اللهم صل على النبي، النشا، بكون قسمتها على كاستين وحطيت نص كاسة مي معها. يعني هيدي يصير عندي كاستين هون، النشا بدي اقلبه على نص هي هيك. شايفين شلون هالشكل؟ بدي احط هون نص كاسة مي ونص هون نص كاسة مي. هدول ايش شغلتهم؟ نص كاسة المي بنص كاسة المي، هاي نص كاسة وهاي قريب النص كاسة. هدول شغلتهم انه يمسكوا يمسكوا بعد ما تغلي المي هون، يمسكوا للمزيج مشان يصير مثل البلوزة، يصير يعني لزج سميك سميك يضب على بعضه يعني. هلا برجع لكم بس صار يغلو الكرز هذا الثاني شو اسمه لو الجريفون. اليوم انا شوي هيك عم بتاخر بالحكي لاني مالي نايم زياده، يعني بتعرف الواحد سما واخذ كفايته من النوم بصير في عنده مثل هيك تباطؤ في النطق، يعني ما هو مشكله. انا هدول هلا بدي اروبهم، بعد ما اروبهم لبين ما تكون هاي المي تبعيتهم غلت للبالوظه برجع لكم ان شاء الله. هلا هون انا عندي البالوزة ام الجريفون وهي ام الكرز، شايفين شلون؟ الام الجريفون انا استخدمت الجريفون المعصور، انا حاطط كاستين جريفون، حاطط عليهم قريب ثلاث كاسات سكر. يعني انتوا اذا جبتوا جريفون عادي او برتقان او ليمون بدكم تحطوا كاسة مثلا الجريفون او كاسة الليمون تحطوا مقابلها كاستين مي. بعد ما تحطوا كاستين مي بتحطوا سكر لحتى يصير الليمون حلو، بس صار حلو بتحطوه على النار بتستنوه لحتى يغلي. هاي الطريقة تبعيته يعني، وبس غلا بتحطوا له النشا مثل ما قلت لكم حسب الكمية. يعني هلا أنا حطيت كاسة كرز لحط له نص كاسة نشا، كاستين جريفون بعد له كاسة الكرز، لتحطوا ليمون بتكون مثلا أربع كاسات عصير ليمون بتكون تحطوا هذاك الوقت كاسة النشا كاملة يعني. فهمتوا علي شلون؟ هلا هيك بحركهم لحتى يغلو. بس غلى المزيج فيهم هداك الوقت بحط لهم انا النشا وبوطي الغاز تحتهم. عرفتوا علي شلون؟ بوطي الغاز تحتهم وبحرك، بتم بحرك على الجهتين. هلا هو عادة واحد بطبخ طبخة وحدة، يعني انا بدي اطبخ تنتين يعني ما في مشكلة، متعودين على التعب. برجع لكم ان شاء الله بس استووا يبلشوا يغلوا. وهيك هلا مثل ما انتم شايفين
صلى المشمش المو مشمش ال هيو دو ايش كان اسمه الجريفون، صلى قريب الضيعة بيغلي. هلا صار جاهز، هلا للمرحلة الثانية. هلا بقى انا بدي اجيب النشا، اجيب النشا اسكبه على مهلي شوي شوي. هلا هي مصفيه مش قادر اطلع فيه شوائب، اعمل هيك بسكب النشا هيك بهالشكل. بعد ما اسكب النشا فورا بجيب المعلقه بصير بحرك فيه فورا فورا فورا. شوفوا فورا صار عطى سماكه مثل ما لكم شايفين. هلا بقى بدي احركه شوي حتى يبلش يغلي. بس بلش يغلي معناتها صار جاهز. هلا هي البالوزه بالجريفون مثل ما لكم شايفين، شوفوا شلون النشا فورا اعطاه قوام لزج. لسه وقت الببرد كله بتجمع على بعضه. الكرز لسه ما له، هلا ما غلى. شايفين بلش هلا يغلي. هلا بحركه شغله دقيقه دقيقتين، بعدين فورا بدي اسكبه بصحون. الصحون اللي تسكبوه فيها بده يكون نظيف قلبه مثل هاد، يعني بلور او اي صحون عندكم بمشي حاله. لا تنتبهوا ما يحرقكم لاني الحرق فيه بشع. هالبابا هيك بتطير بتبقبق بتحرق كمان. يا ربي دخيلك، الله يرحمنا يا رب، اجرنا من نار جهنم يا رب. شايفين كل ما لو عم بسمك هذا هو القوام اللي بدي اياه انا. هاي البالوصة بتتاكل باردة، يعني تكون باردة حتى تحسن تاكلوها. شايفين انا هلا صار لي قريب الدقيقة عم بحرك، لسه بدي احرك شغلة كمان نص دقيقة او دقيقة، ما في خلاف يعني. ذكرتني هالطبخة بالش اسمه، اللهم صل على سيدنا محمد، في الراحة راحة الحجاج سويت لكم اياها. كمان هيك بتعطي حرارة كتير مثل هي يعني. بدنا معلقة خشب، ما هي متوفرة تحت ايدي. ما مشكلة. معلقة خشب ببقى مجالها أطول من هيك، يعني بتبقى هيك طولها أطول من هيك 7-8 أصابع. بس هي هلا عم مشي حالنا فيها. شايفين شو عم يغلي؟ أنا عاملة هيك 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 حتى النشا تستوي. انا بحسن كنت فورا احطه واطفيه على النشا، بس هداك الوقت النشا ما راح يستوي، بدي يعطيني طعمة نشا. انا النشا بدي اياه يستوي مشان تروح طعمته، مشان التم بس طعمة الجريفون والسكر. وهلا طفي تحته، خلصنا لاني حركوا التحريك على السريع. بعدين انا بكون مجهز الصحون فورا مشان اسكب فيها، يعني هالشغله لازم تنتبهوا فورا عليها، يكون عندكم جاهز مشان السكب فورا. هاي الكاميرا هون هلا مثل ما انتم شايفين هاي الصحون. انا هلا ايش بدي اساوي؟ اجيب المعلقه، اجيب البوزه الثابته حركه تحريكه هيك زي ما انتم شايفين. بعدين اشيل المعلقه على جنب، هو مالي شغل فيها الوقت الحالي. بعمل هيك بسم الله الرحمن الرحيم بسكب. هاي اول صحن، روح الثاني. هاي بالوزة بالجريفون، هاي ما حدا بسوي لكم اياها. طبت الصينية. نكمل صب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الخليط طلع معنا 4 صحون مثل ما لكم شايفين، 4 صحون. هدول هلا بستناهم لحتى يبردوا، بعدين بس بردوا بحطهم بالبراد. بهالاثناء بنرجع هلا نحن للخليط الثاني، بنستناه لحتى يغلي. قربه هون احطه على الغاز هات يا رب.
هاي الخليط بستناه لحتى يغلي. هلا بلش يغلي مثل ما انكم شايفين، انا بس صار يغلي شغله دقيقتين برجع لكم ان شاء الله، يعني بدي يغلي يتعقد له شوي شغله دقيقتين برجع لكم. وهي نحن هلا عندنا البالوزه تبعت الكرز كمان صارت تغلي، صار لها قريب الدقيقتين تعقدت يعني. هلا بجيب المصفين بعمل هيك نفس العمليه، هالعمل هيك، بعدين بشيلها فورا، بجيب معلقه ببلش احرك كمان. شوفوا فورا فورا سمكت صارت تغلي كمان مثل ما انكم شايفين. حرك بحرك بحرك على السريع هيك على السريع. بوطي الغاز تحته بيكون الغاز موطى عشان ما تنسوا. عيني عيني عيني، هاي سمكك اكتر، شايفين شلون بوسط الكرز سمكك اكتر عطول الكرز لو حبب قلبي زيادة سبحان الله. كمان بدي اعيفها شغلة دقيقتين لحتى تتعقد، بنفس الوقت النشا تروح طعمة تبعيتها. شايفين شلون؟ شوفوا الكرزات يا عيني يا عيني، شوفوا هذا القوام بدي اياه. عايفه شغله دقيقتين بحركها بتعمل بحرك فيها، بسحب من الاطراف كمان. هاي لتصير اطيب من هديك، لاني الكرز بالبالوزه بيطلع اطيب اطيب من الجريفون. هلا الراس تبعهم البرتقال، بالوزه البرتقال هي الراس تبعهم. في حال ما متوفر البرتقال الليمون بمشي الحال، بس بدك تروح حمضيته بالسكر، يعني بدك تسخر السكر لحتى تروح الحمضية. ونفس الشيء الجريفون، الجريفون ببقى شوي حامض بتحط سكر كمان. كرز كرز الوشنة يعني نحن بنساويه بنطبخه بنساويه مربى وبتحسن تساويه هيك بهالعملية نفسها، أو بتجيب كرز عادي بتعصره وبتزيد له سكر، بتزيد له سكر ومي كمان حسب الرغبة. يعني هي بتعود الشغلة إلكم يعني السكر حسب انتو ما بتاكلوا. انا حطيتهم شوي حلوات مو كتير شوي، انتبهوا وقت حطيت النشا، النشا حطيت لها نص كاسة مي على 5 معالق نشا لكل وحدة من هدول سويتهم انا وحركتهم، يعني النشا ما نزلتها حالها على مي سخنة، حطيت لها مي باردة وحركتها فيها، بعدين ضفت عليها اضافة بعد ما غلى المزيج هاد. شوفوا شلون شايفين؟ مثل ما قلت لكم التحريك بتوصل لتحت الطنجرة عشان ما تشيط. هلا هيك صار لها قريب ال3 دقايق حطت النشا، طفي عليها كمان وبعمل هيك بشيل انزل هون على الأرضية فورا. هاي الصحون أنا مجهزهم، بشيل الكرز بعمل له تحريك هيك على السريع، هيك تحريك على السريع، بشيل معلقة جنب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عيني يا عيني، يا عيني يا عيني يا عيني، هاي بلوزة الكرز شي على أصولة، شي شي طيب. هاي الكمية طلعت عندي 3 زبادي تقريبا، هاي الكمية اللي زادت انا عندي. هلا بدي احطها كاسة مثل ما حطيت اللي قبلها. هاي البالوزة بالجريفون، هدول لالي يعني ما للضيوف. بسم الله الرحمن الرحيم. صدقوني يا شباب ريحة كتير طيبة، ريحة كتير 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 طيبة. بس لا تنتبهوا ما تحرقوا حالكم لاني هلا كتير سخنات. شايفينها هاللون؟ شايفينها هالرجة؟ شايفينها
شيء احترافي شيء أبها. هلا هيك نحن خلصنا المزيج اللي عنا، هاي الكمية كلها طلعت، طلعت 4 زبديات غريفون نص كاسة، وثلاث زبديات كرز ونص كاسة كمان مثل ما لكم شايفين. انا هلا هدول بعيفهم لحتى يبردوا، بعدين بدخلهم على البراد، يعني بدهم شغلة ساعتين تقريبا في البراد، بعدين بفرجيكم اياهم بالمرحلة النهائية شنو صار، مرحلة التقديم ان شاء الله. السلام عليكم مرة ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا هيك نحن خلصنا البالوزات تبعيتنا، سوينا بالكرز وبالجريفون، وسوينا هي انا ما صورتها بس هي بالعنب، يعني سويت 3 بالوزات الكرز بالجريفون وبالعنب. بالوزة ايش يعني بالوزة؟ يعني هيك مثل بتلز لزلزة، طلع هلا شلون هيك عم تعمل مثل الجيلي كوبي، يعني هي البالوزة فجرج، شايفين شلون عم ترج؟ هي هي البالوزة. الله هيك انا عندي 3 نكهات، ما عندي 3 مرات تذوق. انا زينتها بالجوز الهند كمان، جوز الهند والفستق الحلبي مثل ما يكون شايفين. الله هي اليوم وصفتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. الله يبارك فيكم يا رب. اللي ما مشترك اشترك بالقناة، ومشتركين بس المقطع بين رفقاتهم، ويحاولوا يدللوا هيك على القناة، برك ان شاء الله بنكبر فيكم ان شاء الله بكثر المشاهدين. الله لحظة التذوق، لحظة الحقيقة. الله هي البالوزة بتتاكل بدون شيء يعني، بس انا هيك زينتها تزيين. انا اذا بدي اعرف نكهة البالوزة اصولها بدي اكل بس البالوزة نفسها. هاي هي، في شلون ترج؟ هاي هي، هاي بالوزة بالكرز. الله مدوقة، بسم الله. ولي 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 ما اطيبة، ولي على اليهود ان شاء الله، الله يمسخهم لكل اليهود. ممتازة جدا، هاي ممتازة 10/10. هاي بالوزة الجريفون، ايوه فين شو عم ترج؟ شايفين؟ هاي بالوزة الجريفون، دوقها كمان. عالم من الخيال، طعم من كوكب اخر، شي بعقد شي بعقد. هلا البالوزة الاخيرة، هي بالوزة العنب. يا خيو لا لا تعي تعي لهون، شايفين شلون؟ هي اكثر شيء عطرج فيهم، هي مثل الجيلي كوب بتحسها. ندوقها كمان. يا الله والله هي طيبات، جربوهم هن بردات، والله طعمه شيء على كيف كيفكم. لا تنسونا من لايكات، الله يجزيكم الخير. كان معكم اخوكم من قناه اكلات حلبيه طيبه وهنيه مصطفى الامين. ان شاء الله انتم تتموا بصحة وعافية. البالوزة مثل ما قلت لكم هي 3 اشكال انا سويت لكم، لسه في عندكم الكرامنتينا واليوسفي، هي هي وحدة يعني، وفي عندكم البرتقال، البرتقال راس هدول كلياتهم، وفي عندكم كمان الليمون، بالوزة الليمون كمان طيبة، بتحبوا تعيفوها حامضة، بتحبوا تعيفوها حلوة، بتحطوا لها سكر بتصير حلوة. هدول بالوزات من الصيف بتاكلوا، بيجي واحد من الشغل بياكلوا مكيف عليكم. ان شاء الله يكون الوصفة عجبتكم لليوم، هاي على القرب شايفين شلون؟ شي ناهي يا خيو. هاي ام الكرز، وهي ام الجريفون، وهي ام العنب لعيونكم. الله يجزيكم الخير يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا بالقناة ولا تنسوا اللايك والشير ومشاركة بين رفقاتكم. يعطيكم العافية.